نعم سريعا جدا على اسعار النفط. عم نشاهد برنت والخفيف الاسعار تقريبا 75 دولار ارتفاع بنص نقطه مئويه للخام البرنت. برنت تسليم شهرين كمان 74.28 وبرنت تسليم ثلاث اشهر 73.61 ارتفاعات تقريبا بحدود نص نقطه مئويه اذهب الى الخفيف كمان عند مستويات ال 65.86 تسليم شهر وشهرين وكل هذه الاسعار نشاهدها ارتفاعات محدوده عم بتكون. مزيد من التفاصيل أذهب إلى الضيفة كورنيلا ماير الرئيسة التنفيذية لماير ريسورسز. أهلا بك معنا كورنيلا. عم شاهد الارتفاعات الأخيرة بالنسبة للنفط، هل هي دعم أكثر من العرض أو بتشاهد أنه الطلب على ما يرام نوعا ما ولكن القوة الدافع الأساسي يأتي من العرض أكثر؟ أعتقد أن الطلب في وضع جيد والدعم يأتي من المعروض. رأينا الزيادة الحاصلة مؤخرا بعد أن قالت إدارة ترامب أنها لن تمدد الإعفاءات. لنتذكر أن إدارة الرئيس ترامب أعفت 8 دول فيما يخص شراء النفط الإيراني، لكنها قالت أنها ستوقف هذه الإعفاءات الآن. طبعا السوق قلقة حاليا بسبب هذا الأمر، لأن ذلك يعني أنه إذا انخفضت الصادرات الإيرانية إلى الصفر وبرأي هذا الأمر لن يحصل، لكن إذا حصل هذا يعني أن مليون إلى مليون 300,000 برميل من النفط ستخرج من السوق. وإضافة إلى ما يحصل في فنزويلا وتراجع في إنتاج هناك هذه مشكلة، لكن الأمر ليس مشكلة كبيرة لأننا نتذكر أنه في ديسمبر وأصدقائه العشرة قرروا في ديسمبر كانون الأول استبعاد مليوني برميل من السوق لأنه كان لدينا تخمة في ذلك الوقت، وبالتالي في نهاية المطاف سيكون هناك توازن. لكن بالتأكيد هناك تزايد في أو نقص في المعروض يحصل حاليا. وسمعنا قبل قليل كورنيلا يعني فيما يتعلق ربما بقطع الإمدادات من قبل ألمانيا وبولندا لخط أنابيب أو للإمدادات القادمة من روسيا، هل برأيك هناك تأثير يعني ممكن أن يكون لهذا الأمر أي تأثيرات على أسعار النفط، وهل برأيك أن هذا الأمر ممكن أن يتم حله بسهولة؟ هذا الأمر سيؤثر لأنه قد يأتي في الوقت السيء. هذا الأمر يأتي بالضبط في وقت نجد فيه الإعفاءات الإيرانية توقف، وكما قلت مليون لمليون 300,000 برميل ستختفي من السوق، وهذا نفط ثقيل يخرج من السوق، وفنزويلا تنتج نفطا ثقيلا والخام الأمريكي وخام خفيف، و المصافي بحاجة إلى خامين ثقيل وخفيف، وبالتالي أعتقد أن روسيا ستعمل بجد على حمل المشكلة. طبعا لا أعلم لماذا وصلنا إلى هذا الأمر وهذا هو التوقيت الخاطئ، لكن بالتأكيد سيعملون على حل المشكلة في الوقت المناسب. نعم، هل تعتقدين أنه الاتفاق بين أوبك والمجموعة اللي خارج أوبك، لأنه حصل حديث في الفترة الأخيرة من روسيا بالتحديد أنه بداية نهاية ممكن الاتفاق، إلى أي مدى ترين أنه متى سيحصل هذا يعني النوع من النهاية؟ لا أعتقد أننا سنرى نهاية، وإلى حد كبير إيقاف الإعفاءات هذا الأمر يساعد أوبك ودول مستقلة، لأن روسيا تعرضت للضغوط من شركات روسيا والرئيس التنفيذي لروزنفت قال أنه تعرض لضغوط كبيرة زيادة الإنتاج، وبما أن إيران سوف تقل صادراتها بالتالي هم سيكون دائم الوقت لدراسة ما سيفعلونه في الاتفاق. يعني بحاجة إلى الاتفاق لأنه عندما تكون هناك تخمة في المعروض فإن أوبك لن تكون قادرة بمفردها على التحرك، بل ستحتاج إلى الدول العشرة الأخرى برئاسة روسيا. لا أعتقد أن الأمر قد انتهى والاتفاق قد انتهى،
لكن في نهاية المطاف ما سيحصل حاليا قد يساعد على استدامة هذا الاتفاق لفترة أطول. أيضا لنعود إلى النفط الإيراني كورنيلا فيما يتعلق بالصين. يعني الصين في آخر البيانات تقول بأن هناك نوع من التراجع في وارداتها من النفط الإيراني بحدود 25%. هل برأيك من الممكن أن تلجأ الصين إلى عملية تخفيض مستويات النفط الإيراني بالنسبة لوارداتها؟ وكيف يمكن للصادرات الإيرانية، يعني هل نتحدث فعلا عن إمكانية الوصول إلى مستوى متدني من الصادرات الإيرانية إلى السوق النفطية؟ بالنسبة للصين السؤال يرتبط بالجودة، من أين نحصل على النفط الثقيل؟ الصين من كبار مشتري النفط الإيراني، والحال أيضا يشبه الوضع مع الهند، فمع غياب النفط الفنزويلي ومع غياب النفط الإيراني من أين ستحصل على النفط الثقيل؟ هذا يعني أنها ستلجأ إلى الكويت والسعودية والإمارات، وبالتالي لا بد من زيادة الإنتاج. السعودية والإمارات قالتا لإدارة ترامب أنهما ستزيدان الإنتاج ولديهما قدرة إنتاجية فائضة، وسنرى الصين تشتري كميات إضافية من النفط السعودي والنفط الإماراتي، كما أن الصين ربما ستشتري المزيد من النفط الروسي. نعم. طيب، حتى كورنيلا كان يقال الكثير بالنسبة لهذه التذبذبات في أسعار النفط كانت قد أثرت على استثمارات الشركات النفطية. يعني هل ترين حاليا توجهات للشركات النفط العملاقة حول العالم بأن تزيد أن تعود لتضخ استثماراتها في الأسواق، يعني في موضوع الاستكشاف والتنقيب؟ وماذا عن تأثير النفط الصخري الأمريكي، كيف سيتأثر بهذه الأسعار؟ يعني هل نحن أمام إنتاج أقوى من أمريكا؟ نعم، سنرى إنتاجا إضافيا من أمريكا، والسؤال هو إلى أين سيذهب هذا النفط، لأنه نفط خفيف وحلو، والمصافي تستطيع استيعاب خاصة المصافي القديمة الطراز في الهند وغيرها، كيف تستطيع استيعاب نوعية هذا الخام الخفيف؟ هي بحاجة إلى نفط ثقيل. طبعا الشركات سوف تستثمر أكثر، لكن هي معرضة للضغوط، لذلك نرى ازدهارا في النفط الصخري، لأن المستثمرين لا يريدون استثمارات طويلة الأجل. هناك مظاهرات متعلقة بالمناخ، والسؤال هو حول المدى الطويل، وهذا القطاع سيظل قائما على المدى الطويل. طبعا الدولار المستثمر في النفط الصخري ينتج بين 16 إلى 18 شهرا، أما الاستثمار في النفط العميق فالدولار المستثمر اليوم يحتاج إلى 10 سنوات ليصل إلى الإنتاج. لذلك نأمل أن تكون الشركات أن تتمتع بما وتتمتع بالنظرة البعيدة المدى لكي تستثمر أيضا في الجزء الأبعد من سلسلة التوريد وسلسلة القيمة. وأشكرك كورنيلا ماير، أشكرك فعلا على كل هذه البيانات والمعلومات القيمة، وأنت رئيسة التنفيذية لماير ريسورسز.